يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وطال القصف مخيم جباليا حيث سقط العديد من القتلى. وذكرت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أنه جرى نقل نحو 83 قتيلا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة منذ فجر اليوم. كما أسقط سلاح الجو الإسرائيلي براميل متفجرة على مناطق آمنة ومكتظة في رفح، نزح إليها آلاف الفلسطينيين من أهالي غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. والله كنا نايمين وفي أمان، وقالوا لنا منطقة آمنة رفح وكله 100%. هلا ما شفنا 10:30 إلا هو نزلوا براميل علينا، دمروا المربع كلهيتم، وصاروا الأولاد الصغار والنساء والأطفال وشهداء. فيش منطقة آمنة يعني، لا رفح ولا خان يونس ولا غزة ولا الدير، كلهم كذابين هذولا. بقول لك منطقة آمنة، منطقة بخلونا ننزح، ونزحوا خان يونس وغزة وبضلهم يقصفوا وين في كثافة سكان. ومع استمرار القصف والاشتباكات، قال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة إن عدم السماح بخروج الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة يتسبب في فقدان الكثير من الأرواح. نحن نفقد أعداد كبيرة من الأرواح هؤلاء الجرحى نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية وعدم السماح لهم بالخروج إلى خارج قطاع غزة، حيث أن ما يخرج إلى خارج قطاع غزة لا يمثل 1% حتى اللحظة من حجم ما نحتاج خروجه إلى خارج القطاع، وبالتالي الواقع الصحي كارثي للغاية، لا يمكن على الإطلاق تحمل التبعات القاسية التي يفرزها الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان المستمر اليوم 59 على التوالي.